بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر بورشة العمل لعيد الأضحى المبارك بال 2024. ستة هناك أربع أدوار. الهدف المتحرك على قوس الجزاء وساحة القسم هاي القسمين. التمرين وما بي دائما يبدأ من حراس المرمى. فحارس المرمى شوف أنت الآن حارس المرمى يريد يلعب الكرة طويلة، المدرب يهيئ له كرة قريبة شوية ويلعب طويلة. إذا حصل المهاجمين يهاجمون ستة ضد ستة، يهاجمون الأصفر. افترض ما سجلوا، الحارس يأخذ الكرة فورا حتى لو سجلوا ويلعبها طويلة لمن؟ للساحة الثانية. فالساحة الثانية يعني على سبيل المثال احنا نقول الساحة الثانية من يستلمون دول الفريق، شوف هنا السلم هذا تصير من هذا الحارس من زميله، أربعة ضد أربعة يروح يهاجمون. بس إذا المدافعين قطعوا الكرة يردون يلعبون للحارس مالهم، الحارس مالهم يلعب كرة طويلة مرة ثانية وهكذا. إذا كرة طويلة من هذا الحارس وحصلوها المدافعين بالطبع راح يصيرون مهاجمين يحاولون يوصلون الكرة إلى زملائهم هنا، أو يحاولون يوصلون الكرة إلى الحارس والحارس يدحرج الكرة أمام منطقة الجزاء، ما في حد يضغط عليه ويلعب كرة طويلة للأربعة ضد أربعة وهكذا. أما اللعب أربعة ضد أربعة أو اللعب ستة ضد ستة بالساعتين. بس ما عندي أكثر من هذا، ومن التمارين الشيقة والممتازة واللي تسمى فول بريشر، ضغط كامل ما بيها. أربعة ضد أربعة ضغط كامل، ستة ضد ستة ضغط كامل، والفريقين يدربون. بعد ذلك ارفع هذا الخط بالوسط ولعب لك 15 دقيقة حر، وكل فريق يدافع عن هدف ويهاجم هدف، وتنتهي مسألة طال فيها الجدل وهو زيادة الفعاليات التدريبية في الوحدات التدريبية للمحترفين أو الدوم. هذه التمارين ركز عليها، ركز عليها، سواء قسمت الساحة لعبت ثلاث أربع ساحة، المهم هناك هدفين، هناك كرة، هناك فريقين، هناك ترانزيشن الانتقال من الدفاع للهجوم من الهجوم للدفاع. فانتاستيك. إن شاء الله أسأل الله لكم أعيادا مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برضا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تحرمنا من شفاعة سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يوم الفزع الأكبر إن شاء الله. مع السلامة.